انا عمر احمد، انا سيف مهرجان المايكرو. النهارده ان شاء الله هنعمل لكم فطر من افضل الفطار اللي موجود عندنا في المطعم. هو طبق مشهور جدا في ايطاليا. النهارده الفطر مشروب، فوتشين مشروب، موريلا طبعا معروف، وان شاء الله تبقى دوت ان شاء الله يا رب. نبدا مع بعض. ده اول حاجه بفتح الاضافه اللي عندي كويس، احط معاها زبده، مع الزيت تم صغيرة. نقلب كويس مع بعض لحد ما يبدأ لونها يبقى ناخد اللون الجولدن كلر. وهنا كده الزبط اللي عندي. المشروم ده وقت مشروم مورين، بيجي مشروم دراي. المفروض عشان اجي ابدا استخدم المشروم ده احطه مع ميه عشان يبدا يرجع تاني ليكويد معايا ويبقى معايا سخن معايا. طبعا الميه بتاعته بيبقى لونها ده احنا شايفين معانا اهوت، لونها بياخد لون الذهبي شويه. الميه دي بتبقى طعمها جميل جدا، ممكن استفادها برضه في الريزوتو معايا. هو دوت الفك بتاعي. الرز الايطالي بيبقى مختلف عن الرز الايطالي دوت. الفرق بينه وبين الرز بتاعنا العادي ان هو رز اركوريو. الرزايه بتاخد تقدير الرزايه تقدير الحبه. هو الفرق بينه وبين الرز بتاعنا ان الريش بتاعه بيبقى عالي شويه. ولازم انك تسويه، لازم تسويه في الخط بتاعه كتير. بعد الف الرزوتو مع الستوك مع المشروم، كل ما يحتاج ان انا اديله ستوك اب تاني ببدا اديله ستوك تاني لحد ما يستوي معايا. انا احطه مع بعض
هبدأ أضيف فيه شوية فوق تانيين زي ما احنا شايفين الخط اللي موجود بدأ يقل مع البخار، هبدأ أضيف شوية كمان. طبعا ما ينفعش انا اجي احط التوك، ما ينفعش احطه كله مره واحده، لازم اديله شويه بشويه يغطي بحيث ان هو يكون مغطي التوك بتاعي وابدا اقلبه. هي دي الفكره في تريد تبديل الريزوت، وهي دي اللي بتعمل التوك او العاد الموجود مع الريزوت. احنا هنشوف برضه في الاخر برضه الفينش بتاعه. ممكن تعمل الرزوت دوت كوجبة أساسية، هي وجبة أساسية الرزوت دوت تعمل لوحده، ممكن يتعمل مصاحب حاجة تانية، ممكن يعملوا مثلا رزوت مع جمبري، ممكن يعملوا رزوت مع اللحمة مع البيف فيليه مع الرباي، ممكن يعملوا مع السلمون حسب اللي حد بيحبه. كده قرب يستوي خلاص الرزوت معانا. اديله شوية أعشاب. شفت عبارة عن بيكن وطايم. حط اخر حاجه بعملها مع الريزوتو، في حاجتين اهم حاجتين في الريزوتو بعملها، اللي هي الزبده والجبنه البارميزان. اقلب كويس لحد ما الزبده مغلقه. حاجة معانا الجبنة مبشورة، ممكن
بقى مع بعض الطبق. مشروم كروب وانا بتيجي انا بالايطالي يعني. Thank you.